الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية مشروعة ورقية شركية ممنوعة. كاسره بانجاجبي كاسره لو تام شباب ربه إسلام لكاسره لو أمبر شريك. نعم، فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة حتى تكون رقية شرعية صحيحة. هاي كاسره تام شباب إسلام كمين بي لم بي أجل نعم أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، يعني يقرأ الفاتحة أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم أو يدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. ريكا ين صم دعاء بالله سبحانه وتعالى نجمه ربقان من بدال لكنا ربقان. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني لا يمكن أن يتكلم بكلام غير مفهوم، يعني باللغة الكمبودية لا يوجد رقية إلا باللغة العربية. هذا جملة تيبي لحن تيبي كيين صم دعاء ريكا صدامن بيئ صم دي دائل عشنابان. نعم، ولابد من أراد أن يقرأ على غيره أن يقرأ بصوت مرتفع لا يقرأ بصوت منخفض. خازم رامنا دان صوت رينس داكي كترو تاي لن سملين أكلان من آج صوت داي من لام من لام داكي من دن مانتي وأن يتكلم بكلام مفهوم هاي أو صوت داي سملين داكي جل. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب أو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. هاي لكان تبي أو جن بن جي جي ها كاسدا كبرا كا جي جي ساسباي أمبي الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية صحيحة. بس أنجي جن أنو وطام بي بكاني كي كاسرا كي كاتم ترو